رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مساء أمس افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثامن عشر للإنتاجية والذي يعقد تحت شعار طرق جديدة للابتكار والإنتاجية أعلى حيث يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك بمشاركه اكثر من 300 مشارك من مختلف دول العالم وتضم المشاركات نخبه من الشخصيات العالميه المعنيه بعلوم تطوير تحسين الانتاجيه وبحضور عدد من اصحاب السعاده الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين وقد رحب سموه بكافه المشاركين معربا عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي يواكب جهود مملكه البحرين الهادفه الى تنويع مصادر الدخل وتنميه الاقتصاد الوطني متمنيا للمؤتمر والمشاركين فيه كل التوفيق والنجاح وأضاف اسم الشيخ محمد بن مبارك الخليفة أن مثل هذه المؤتمرات العالمية التي تعنى بالمبادرات المتنوعة والمستحدثة في مجال تحسين الإنتاجية وتبيان افضل الممارسات العالميه المعمول بها في هذا المجال تنسجم مع سعي مملكه البحرين الدؤوب لايجاد ارضيه مناسبه تساهم بفعاليه في رفع مستوى انتاجيه المؤسسات والشركات والافراد ايمانا منها بان الانتاج هو اساس التنميه المستدامه والنمو الاقتصادي واكد سموه ان التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر العالمي ستعود بالفائده المنشوده على مختلف مفاصل العمليه الانتاجيه في مملكه البحرين ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وستجعل البحرين نموذجا اقليميا في مجال الحصول على افضل مخرجات العمليات الانتاجيه وتطبيقها ضمن احدث النظريات المتبعه عالميا. وقال سمو أن استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يحظى بمشاركة خبراء عالميين في مجال الإنتاجية إنما يؤكد مدى التطور في بيئة الأعمال والمؤسسات في المملكة ووجود كفاءات بحرينية قادرة على استيعاب ومواكبة وتطبيق أحدث نظريات تفعيل وزيادة الإنتاجية. ان المقياس الحقيقي لعلو قدم الانتاجيه الدائمه ريعان افكار لا يمكن تثمينها ولا حتى وضعها في خانه التقليديه منها اسلوب عملي يستند على واقع الابتكار غير الاعتيادي المنوط به جلب المنافع والفوائد ودرء الخسائر والفشل في استخدام الامثل من المصادر التي قد تجود بغله وفيره من مخرجات نهائيه تلازم تلك العمليه الانتاجيه التي لا تهدا وتيره عملها. مؤتمر الانتاجيه مهمه جدا في الان او في اي وقت بغض النظر عن توفر المصادر الطبيعيه او شح المصادر الطبيعيه فالبرودكتيفيتي معناته حسن استغلال المصادر في السراء وفي الضراء وما في دوله فقيره في العالم في هناك في دوله فقيره في الانتاجيه فعلينا احنا من خلال هذه المؤتمرات ان ناتي باساليب و, و... منهجيات للارتقاء بالإنتاجية لأن هناك الكثير للجميع ولكن مستوى الإهدار عالميا مستوى عالي جدا طرق جديدة للابتكار من أجل إنتاجية أعلى عنوان حملته النسخة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للإنتاجية هذا المؤتمر الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتفخر البحرين وعبر احتضانها له في وضعها ضمن خانة مراكز الإنتاجية الفاعلة داخل تلك الحدود الدولية أهمية المؤتمر وتوقيته بالذات الثامن عشر الدولي للإنتاجية أن يكون في مملكة البحرين هذه أول مؤتمر يكون خارج أوروبا وخارج أمريكا هذه أولا ثاني شيء أن البحرين اختيرت كمركز عالمي لقياس الانتاجيه خارج امريكا وخارج اوروبا فهذه بحد ذاته انجاز 300 شخصية عالمية خبيرة في علوم تطوير وتحسين الإنتاجية جاءت من 72 دولة لتجود خبراتها بطرح احدث التجارب الناجحه حول اليه الارتقاء بجوده المحاصيل والمنتجات التجاريه التي لا يمكن لها ان تكون لولا استخدام الاجدر من الموارد سواء على مستوى المؤسسات او عبر اطار اقتصاد الدول بصوره عامه. في الحقيقه هذا الموضوع نحن بحاجته على مختلف المستويات وخصوصا من خلال هذه المؤتمرات اللي تنقل بشكل موسع تجارب الناجحه وما هو يتم يتداولونه في هذا المجال في العالم والتجارب الناجحه هي اكثر ما ممكن نحصل عليه في هذه المؤتمرات في تحت سقف واحد العنصر البشري من أهم مصادر الإنتاجية فلازم نركز عليه وطبعا البحرين احنا عندنا أكثر من جهة تركز على العنصر البشري مثل تمكين تركز على العنصر البشري في القطاع الخاص عندنا بيبا حق القطاع الحكومي اللي من رأي الشخص اللي عشان يستثمرون خلينا نقول الانيشيتيفز أكثر أن هم يستثمرون في قياس الأثر للبرامج التدريبيه اللي يسوونها على اساس يستفيدون اكثر شنو اللي ينجح في البحرين وشنو اللي ما ينجح. اداره ما يحمله هذا المؤتمر من اوراق نقاشيه ستتصل عن قرب بموضوع محور الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي مرورا بتعزيز التنميه الاجتماعيه الى جانب جزئيه دوافع الانتاج ومؤشراته وصولا الى نقطه اصلاح التعليم والابتكار في الانظمه المتنوعه لتلفزيون البحرين محمد الرشيدات